بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الشهداء وحباب هي صلاة الوتر، كان صلاة الجنازة الشهداء جمع شهيد. أخبرنا السويد بن نصر المروزي قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن ابن جريج عبد الملك قال: أخبرني عكرمة بن خالد ابن العاص المخزومي أن ابن أبي عمار واسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار المكي أخبره وقور من حديثه وقت بي عكرمة عن شداد ابن الهاد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من العرب من رميه كميدة وقليه ميه كيميدة أي جاء إلى النبي صبناه ابن صلى الله عليه وآله وسلم، فآمن به نبي الرمي واتبعه وان الراعي وصحبتي سيبو دورتي، ثم قال مركز أهاجر معك نبي الله وانكو لهجر وما كانوا كو إسلام مركز موقتة وما كان النبي وكان راعها. أما النبي صلى الله عليه وسلم وميل مية أصور النبي وغزب كجر أم الدولان يصفر أو لحظة وقيمت كل مدينة أصرع، فأوصى به النبي نبي محمد بأودر دارمي وذات كرميقة أها بعض أصحابي أصحاب سبركوت بها لقى ورقبة نين كان رميقة سوء إسلامي سوء هجر وذي حال كيسي نولشي سيء بلقى ورقبة أهل كالهاد يمه لهيه. فلما كانت غزوة مركي دولان دعي دولان كأسقاء وخيبر أما وحنين رواية عبد الرزاق في مصنفه بعد ديسي، فلما كانت خيبر أو غزوة حنين غنم رسول الله سداس وشارح حوري لم أعرف هذه الغزوة غزوة أيضا أمانا قرنين بوري مركا طبراني لسيديتكم تضبوكم هل بقولي سيديت بحيثكم كان أسوى عدية غزوة من خيبر تأما أي حنين تيشكر راو مرك الله بدأ غزو مدود بيا هي عبد الرزاق ناس المسلف سوق عدي مرك دو دروغ الشيخ وجمع الله وهي لها عدة غزوة مديت هاي. فلما كانت غزوة دولان مرك أي غزوة خيبر أو حنين غنم النبي النبي غنم يستي صبيا صبايات يعني قفال عروري هوان هي رجع عن طلقو دقيبة أصل قو عروتي هوان كلي هذا، لكن وحلو قال الله يقول له فتلاقي قبضه إنه بن آدم هي مرك أقول له هاي. فقسم النبي قيبيه هنتي غنيمتي يا قسمك، وقسم له وأقيب دقي ضاي مركي قنيم الله قيبيه بالله قيب دقي قيبتي سبا جنلوسي أصحابي مهاجر كاي عربيه، فأعطى أصحابه أصحاب تسمو النبي سيجي ما قسم له وحق قيبيه أصحاب تسمو سيجي وحق وحق نمو البنك وحق وسها جاي أي مركاسي، وكان وحها أصحابي الرميقة مهاجر كاي يرعى ظهرهم ظهر الصحابة صحابة الجايد كده راعي جري نقولي بحق فرنبو هاي مرك الجايد كمركي دولان ك مالا دقيل لفرط أورط بقلها يفرضها يوحاس أراعج. فلما جاء مركو يمد دفعوا إليه ويؤدبين دفعوه قسم كما يؤدبين إليه إلى السحابي المهاجر العربي، فقال وحول ما هذا وحول محيطها ينتظرنا دي بتين حولها المحيطها. قالوا وحيدا سحابتي أما فأعطى أصحابه لفظي قهوري النخلدين، فأعطى أصحابه أصحابتي نبي محمد بن نبي وؤدب ما قسم له إنك الرمي وح قيب لوسي حوله سيبو يدا وهايا اللي مرة ديل قيب صدو حوله قيب تري إنك الرمي جا مقنا صحابة كل أقوله بحوله وهايا مركو يما دسي نبغو ما هينوي تاساز كم وقتا لأنه يجا هذا الصين هيا نبغو ما الصينين. فقالوا وحيدا ذن قسم ويقيب وقسمه لك النبي نبغو كقيب وقيبت يقولي كوسها هذا النبي وقيبان كوسي، فأخذه حوله بوقاضي فجاء به الى النبي نبي ولد تغي، فقال وحوري ما هذا نبي الله وحوله انتظر ما هي، قال وحوري قسمته لك وانكو قيب دغه قيبتا دوي. قال ما على هذا تبعتك بالنبي الله حولي ادني النبي الله كما سو راعين بانو ادني حوله كما سو راعين، ولكن تبعتك وحانكو سو راعي على ان ارما ان لا يتوكتو الى ها هنا ماشن بردونتا انتو دونتا فرتك في قيئيو ماشا قلو ويسا، وأشار وحوت المامي سحابه إلى حلقه دون تيسي بسهم أن أرمى بسهم إلى ها هنا إن ليب يفلار قمون هلك يقدر عون إذا درتي أشهيده أيام كوسا الرعيم الدنيا يحول أمة من أنا غمش، فأموت أن أنت فأدخل الجنة جنة ساعة أنك قالوا، فقال نبي حين تصدق الله يصدقك هدي أدلا أرهن شكته وش أتشيجي سير رب يرهن كاته يصادق أدكته مخلص إلهنا وأقول نبينا مش أتشيجي سليب كقدر عدونا. فلبثوا قليلا وحير بسحابه النقادين الجوجي، ثم انها ضويهن قدين في قتال العدو عدو قدال كسيب اللوكعي، فأوتي به النبي نبي قبال اللوكني سحابه يحمر أصغر اللحنبار سنيه قد أسابه وكرعي سهم باكرعي
حيث أشار ما أشوه التلمامي ونكا قدعي برت وفرت وخفي قي أي إله درتي ليف هلك يقدعون شهيدان رباي حولي الدنيا مد والنبي الله عيدا دوني سيسيح ولهاني أيا يوليفك كقدعي. فقال النبي نبي حول أهو هو ما أسقبه ننكا الوضان شهيدي الليف كل عين ما أسقبه. قالوا وحيد أن صحابه نعم نبي الله أسقبه وأنك قادك الراعج للمهاجر كأعرابك هاي عن مالو أدو دي سيد. قال نبي حول صدق الله إلهي بأرهن شهيدي فصدقوا ألا نبي أرهن بي إلهي بأرهن شهيدي ربي كأيدا وشا أيضا إلهي نمركاسي وأرهن بي. ثم كفنه النبي نبي قا كفنا في جبة النبي جبة النبي محمد جبة النبي قبي كورد بسكسو سيبي وأقليه. ثم قدمه وهرمري هرتي سودك فصلى عليه وكتك محل شاهدكم مركب فصلى عليه وي. فكان وحاكم ذها مما ظهر من صلاته صلاة النبي كم مغضي الدعاء النبي وننك مالك أدعي وحيابه كم مغضي كم مقلي إنه وحاكم ذها اللهم هذا عبدك الله كم وأضون كاري. خرج وصبح حالك ولمهاجرا في سبيلك جدك ذوكه جروذي فقلت لو حال لدي شهيدا أصغر شهيدا لدي أنا شهيد على ذلك إله ونغى مراتك هوش أيدا أضونك ونحريصه مركا إيه صلاة الشهداء الصلاة على الشهداء سيد الراجحة مركا من خلافك بضل يكجر الله صوق قبل قبل علمي هذا اللي قمت تكنكره مشروع أنا معها إن اللي قلت كده إيه وذا دي هذا إيه ومشروع يعني من كلاقا هذا شهداء قيبة كمي ذا خلافات بضل باجرة الصلاة على الشهيد ويبنانت على سبيل الجواز والاستحباب لا على سبيل الوجوب رأي قاس أحيوك بضل الصلاة على الشهيد ويبنانت هاي إن اللي قلت كده على سبيل الجواز والاستحباب أما على سبيل الوجوب مايا أيضو تاس مجرته وأنا رأيي أن جرين سيدي سباء. أما غسل مشروع ما أسوه غسل شهيد مشروع ماها غسل شهيد مشروع ما أما الصلاة عليه ومشروعة على سبيل الاستحباب حديث كان أنا الدليل وحاكله كجرة درك مخيط كأين لسكو حبالك روح اللوغ لك النبي وجبط بسحابي وقال وانا كو حبالك وحاكله كجرة غنيمته مجاهدين وذا جوغي إلا قيبنك وبركود مقيا إن بركود أيوه مقال لقيبنك لكن هو البقيب تيسي لود دغاي صحابي قسو مقام با غنيمه لا قيبه كدبنا شيركيسي قيبتيسي با ميل لود دغاي. اخبرنا قتيبه بن سعيد قال احدنا الليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير مرتد بن عبد الله اليزني عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان ادو النسائي كبرها وحوليه عبد الله مارق بالله انفرادي عبد الله مارق بالله انفرادي بوليه وحكوله كبرها لم لان ما نعلم أحدا متابع من المبارك على هذا والصواب ابن ابن عمار عن ابن شداد من الهاد وحوق بحديثكم مرسل ياه كبرها كشيبي وسحابي أن الشداد من الهاد وسحابي الليثي ويلو أثقر دري وابن الهاد لا يداد عفوا ابن شداد لا يداد وتابع يا حديثك رفعي وأنا مرسل وحديثك أصل كوي هاي بوليه هاي عن ابن أبي عمار عن ابن شداد أن رجلا هذه ابن الشداد عن رجل أون نغضان ومرسل هذه ابن الشداد ما سحابي وتابعي ننك سحابي وشداد ابن الهاد أبيه بسحابي أمرك وحبو سيدا سويل والصواب ابن عمار عن ابن الشداد وابن المبارك أحد الأئمة ولعل الخطأ من غيره والله أعلم بولي ابن مبارك وأن حافظ إمامه قفك حديثك وصلنت اللي وصليين ننك لأينو كوخل دماء دعي كرتب رواد كلا مرك لو حكولي في موضع آخر من الكبرى هذا خطأ والصواب عندنا عن ابن شداد مرسل عن ابن شداد مرسل حافظ البدردين العيني في شرح المعاني مجلد كالسقالات شنبغوا اللحنة أفر أصوح وليها تخضيات عبد الله المارك بلا دليل خطأ وعدم متابعة أحد إياه لا يضر حديثه لجلالته قدره ولئن سلمناه أنه مرسل فهو حجة عندنا لأن حنفيه مرسل كوي حجيستان أيو حديث كمرسل كتوك حجة مرقو عمري هورت إلا قفل وحكم من المبارك وخطأ بلاد دليل المبارك خطأ موصن كحكم نكل ليادو النسائي وحولي حديثك خطأ المبارك نكو مرد جين كرو وإن إمام وجبلة إنما نسائي كل توسنة كجر لقايبا إني قفين بولي علمهم حديثكم مرك خلاف كاسا كجر وحا مرك موقان إيسا إن نسائي اجتهاد كوريئة تخطئ حديثك التضعيفين تيساء أما تخطئ إيساء وكلا بطيئة مجتبها وأرك حديثكم من الموصول لهاي سازا المدى لأنه ومبحن هدى إلا ذا صور رنبا. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدنا الليث بن سعد عن يزيد ابن المبارك تاس مرك الصحم وهو ابن المبارك والا متابعي عبد الرزاق بن متابعي في مصنفه وحكف يعني أنتو كان نقاشها ينكي عيني تا
تخطيان إنه متابعة شيء إنه متابعة كفي عن عبد الرزاق بن متابعي مركة تخطيان ملك الهاد في مصنفه ومن طريق الطبراني في الكبير تطبقون هل بقول يسديد مركة متابعة ساكفلا. حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عمرو الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما نبي محمد بمال ما المها كمذا الصبح فصلى وحكت كذا على أهل أحد وحؤد دعاء إنا يتهي باللوب بدنيا. حديث كان مكلا فسيرها هي صلى هنا بمعنى الدعاء إنا يتهي وشهداء أحد نبي وحؤد دعاء لكن أسن كنت كانين لا مرك شهيدين قيناين إيا مركو حتى النبي ودردار مهاي وقيريون هاي وحير كهر من نينو سنكوتو كان أدعي بالله بدن ياهي. فصلى النبي أدعي أما كنتو قد على آل أحد صلاته على الميت أي دعاه على الميت دعاه الميت كأدعي جدوكو أدعي وقف سرعي نمان كأوشها ديدا شافعي بانا كمذا. ثم انصرف إلى المنبري منبر كمرك النبي سوء ذي فقال وحون يلي إن أنا وفرط لكم عليا إذا هو إذن كهر يا فرط والروح كاسه الريكوس الدياري علك إيوه محوها الصورة قبالك يدرك وحولها سيها جاجية وإن أنا ونا شهيد عليكم إذنكم مخاتك عنا دوانا يا أهل خيرتهم بان أهي مركة لابدا حديث وكان سدي جواز الصلاة على الشهداء بأوكان سدي إمامكو. طيب علمنا وحيليه إن حديث والبو الشيخ هاي نبي محمد با شهداء أحد كنت كذي صلاة الجنازة عادئة وخطأ وإن كان في الصحيح وأنا قف أما معناها الصلاة اللي قجدة وحوية هاي الدعاء وإن كنت ماذا معايا لي إنت سوغن هاي غزور دعضي إنت سحابي وشيد من نبي قوسن كنت كنن مركا كريش وحد كلي قد با اللي قلت كذي أولي با نبي صلى الله عليه وسلم حمزي حمزو تضواتا صلاة ويسور لك انتاز اولها وحيدا وان دعي الله بري مويان صلاة ماءها نمانك عدد شهداء احد صلاة وديد حديثنا كلاه فوق ايمان تلمام ايسا النبي من صحابك الرمي قد كنت كذي. طيب عدد ترى دوا مرسولة دوا خطأنا وهو الكالي ودقال كان عدد اللوض المهم ان صلاة اي بنانتها اي اي راجحة لكن ومستحبتها لكن وجوبك اساقو دليل مالها. باب ترك الصلاة عليهم شهداء انا اللي قلت كان انين او لقته كره ويحكيمه. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد بن شاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر ابن عبد الله الأنصارية رضي الله تعالى عنهما أخبره عشاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إنه يجمع كيكل ميوسكودرة بين الرجلين من قتل أحد رجع أحد يقول لا يشهد ذا أبو نبي وسكودرة في ثوب واحد هل مره كل ماي كفن وين بسكوك يعني لأنه كفن كبايا راضي. ثم يقول مركز أنه أيهما كذب أكثر بدن أخذا حق برشد يقاشد للقرآن فإذا أشير مك الله إشار إلى أحد ما متكذب كان قرآن بدن وقرآن كفي عن قدمه وكهر من رجل كي قرآن كبدن في اللحد إلك قال النبي مركز أنه أنا شهيد على هؤلاء كون أنا خير بنا أقوم خراتك عدونا وأمر وحو النبي وأمر بدفنهم بدمائهم ليقذ إلا وحبا لله وآسه ولم يصلي عليهم كمانة كانين ولم يغسلوا لمن أمائرين كمان التكنين لمن مايرين إن الله من أيضا مسألة متفقون مر الله هيد صلاة بالسكو هيا صلاة روايات بايمد إن لقول تكذيئة وبعضها حتى في الصحيح وتقرن إيزان. طيب آد بمرك الله قد قال ما حديث طرق دوليها طريقة أقيمة بضنب انتقاء كسمي النسائي طريقة هذا الليث من سعد حديث من شاب الزور عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنساري طريق الليث من سعد بوحك بضن مرك الله خلاف كل غروري طريقي بالضرط انت كلا واكتبي. طيب مرك واحد قرنا إذا انتقاد جيسة إذا درت بدار قد مرك أصقون قادة دقي العلية اختلاف كعب النشاب الزهري حديث كم حوري ومحوى وقول الليثي أشبه بالصواب ليث من سعد سيد أوري يبا صوابك أدو وبعض النص روايات بوحكات دقين وأمر بدفنهم بدمائهم وصلى عليهم ولم يغسلوا. طيب مرك هولها صدران رواية النفي يا كأصح يا أصحيح سن بخاري الترمذي هو دي في علله مركز لحديث كليث بن سعد من طريق جابر كي ما دا أصقنا حديث حسنة حديث حسنة بخاري وحلو تري رجع مركا قارك حديث صحيح كو إدلاقة حسن كان منه حاليا وكر قادة تفريق وترمذي أصقه أو الشيخ ولم يغسل لمن ما يرين. باب ترك الصلاة على المرجوم روح للرجمية حتى اللي وقف فيه إن لقط كده إن لقط كده ما يبنان طيب صوابه إن لقط كده ما دام ومسلم من أهل القبلة
يا إن لو تكن تعزيرا يا إن حمانته أوسم يدك اللوجد يقول الله قف يجيو من باب التعزير والعقوبة وأي مضى يا علوم مضى يا عيانته يوجهاد وأي صلاة كتجع لا على سبيل الوجوب. أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري قال ونوح ابن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم نين ريا أسلم أيا جاء إلاني رجل كاسنا وماعز بن مالك ماعز بن مالك وصحابي الرجمي رضي الله تعالى عنه أن رجل من أسلم من رئي أسلم أيا جاء إلى النبي النبي أيمت فاعترف وحوقرت بالزنا زنا بقرت فأعرض عنه نبي كجت سدي ثم اعترف هذا وحوقرت زنا فأعرض عنه نبي كجت سدي ثم اعترف وحوقرت هذا الزنا فأعرض عنه نبي كجت سدي حتى شهد على نفسي إلى نفس وكمرات كعيها وش أكوقر أربع مرات أفر جور حابتك وحوت حقيقة في الحبار أصوب بحث دير وكل حديث كان قضية ديسة إن سحابه إلى صدح مع الموضن بيقصون نقاني ما اللي بنبقى يميت مركز وقرتي لبقى ورب وري داف بول هذانا ما اللي بعد بيقصون نقضي مركز وهذانا نبي وري داف ما اللي كهرو حيود الزنا وحيت ما تقعنا مركز روان قعنا وحوي وين الهويني أجنبي ده أوقات تقط واحد إسلام هذا حلاش أوقات تقط ما ما أبيك الجنون مياد وارنتا ما هو مير قبى سحابذي بنبقى كل واحد حنونا ما تكون أقتنين كان يوالي أنا بوا كشكي ما يالي أور إس كتكبر إس أسطر الطوبات كان أور إلاف مركز وهاد سحابة قاركود با إستاقى مركز أفكي سؤر صدين بل إنه يكسو أرتباشي خمردي كسو كم كمتو إلا باشا سا يمدين واقي فراكوب بضن مايد انتان دي إسلام كو إيمانين مركز النبي الله وحبك ما أوراهي والروح عادي أور إلاف بور هذا مانيك اللبات بصون رغضي مانيك اللبات بهذا انت إلا نبي ومري وكو قنعي فأرسل إلى قومه يا أصلا بأبر فرندرو حرب الكالي وننكن الدكور ميا الله مري ما هو عشي ما هتكور قبطان لو قضية أهرس نبوح وكبقى إنه سنزين ذا بقرنه إني وحي طايبة أما وحنا مسنجة هيبة مركز نقول يا حلقي يا بنات دمك تزلان تو يرتاب تي أو وحلقي يا بنات كوكل مقل ما يصير تو ناق مرين ما يا وحنا نبي الله وحوري إسكا هولها إسكا دايو وحنا الله ريم مجر هوا شاسي هاي سؤالي هبا مركز كوب الله بنا يعرضكم مركز واسدة شافعي لا قضية ضوء شرح عمرك حنفيون وحي كدري شن إلى روح زنا ذا كل عاي وأفر جور قرت زنا اللي ما أدري كره لأنه حد كي بولي مصق نانين لابد أن يثبت البينة الشرعية والبينة الشرعية في حد زنا وحول الاعتراف بالزنا أما شو هذا أفر إلا هلو بيتابعين طيب أما شو هذا أفر وين أنه الله أما الله هلو مو هاي اعتراف بالزنا أربع مرات اعتراف في إقرارك يا أفر شو ذا صدق ما الكاس يكون حد كان يكون دقي حلو انت ذا حديث بلغوا كنا نقول حدود أوفية بدون اعتراف محو أربع مرات والله بقور بس وكفتوا أما مر بوكفتوا ماي طيب راح دول مرة وحمر قرتو ما لازم عند أهل العلم لازم وهذا شكوك قالوا ده شكوك لأنه نروح وسمحن فهن سنين وحد كبه هذا سكون شيء زي بقى كويس ما سكون هذاي وصل ماله هلا يدوم شكوك وسمحوا قالين وحبل العلم ماي هذا نشوف قلنا ويبنان تاي هدي حد إلهي وما حد أيها هنا ترى إسكتك ونوش أي سباهين هدي حدود اللي سكوها استأيتها لكن ما علين كرتين طيب صحابي النبي هو علي عبد الله بن أونيس هوشي سي إنك محاه عصيفكي نبي وود وقري وقض يا أونيس على مرات هذا فإن اعترفت فرجمها حدود ضدك وده حيسيسكوها يستان قاضيك السوق قادي أما أميرك السوق قادي يدون لعلين كريم بنصوص التلماميسة وحي لكن حد مستقل أو فردي أزوج كل عوي مد وطهرنا يا رسول الله وكلاء إن أدخل سوء إن بنان طيب حدك ولا دود يشلان جوادي غامدية يجهيني وإذا هذين أيوة نبي حنا طهر حد خاص هانا موسى علينين هؤلاء مركب والور فاضي لكن علماء وحيلين هدوس الروح أوصى أهين مجاهر بالفسق والمحرمات والحدود إذا مالكية من عربة تعقيجية قادقو إيه حتى إمامك يسصروا ذكره هدول لكن هاي حد لا يسكوها يستو أما ويا هاي مجاهر بالفسق والحدود وارتكاب الجرائم لعلم هاي جيسك لودقها
تفريق أسوأ كابن عري ولا تفريق رمبر أم الله ينهيه. والعلم عند الله. يا ها واتيها دو كلين صوم الرئي عسيف كسول اسكم هايزن وضب أودح إذا هو أي خصم عن لك الله بعيو هذيك لما أرضيز كان نقضه إس أسطورة مصعون يسمى موقته ها كه فاعترف وتبرر هذا كتمي ما يزن شيء والأصل عدم العددي والأصل عدم العدد بكليه مركوا كاجر ليه هو هذا واحد كلاجوا فين لها هاي هاي والوجه هذا دنا ونا يورنا ولا ضمين aya wadan waa lagu maade mujrimiin way had ka deer istaagan way ku gaalo baayaan aw shawayna tfaant had ka deer istaagan oo diidan ku gaalo baayaan waa lagu jehaadi maani cil waajibaad way maani cisaga maxaa lagu galay tayib hadeen tabar lahayn hadeen nama wasar tanuma ka in ku jehaadi karin ninkan had aanan ka oofin kariin waa weeyd nama wasar waa naga dhacaya laakiin hadaan awoodno imanka inaan fooda galino foodan galinayna waana jehaad fi sabiil la wayna go haya ثم اعترف فعرض حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي نبي حول أبيك جنون موحوال لأكوايس موالنتي قال لا قال نبي حول أحسنت هذا كور قور مردتي حلال نكاح شبهها يمحو هاي الزند وبسيد الراجحة أما كان إحسان ولبا قولي أجمع سوق قورية خلاف بانكتها قضية الضنب قال وحول النعم نبي لو قور وارهت هذا كور حلال فأمر به النبي نبي فرأي إلا الرجم فالرجم ورحبا لقود لي فلما قورت أذلقت أي الحبسي وحنوجسي الحجارة الدقحي اللي قلت تورها هي فروا عرري سحابه فأدرك مركي سهر يعني وانا رواية ضفة فاسن قسم رأبو الداود يعني معنى خلدان أيو مركو رويت وذاتك هزال هزال أهابو أها يرابي تكسو كوري مركو الزيني استيماعز من مالك الأسلمي أيا أضيق أديرك وحكولات لي إنو النبي قطقو وحلقية بأيو النبي استغفاري دمداف أويديو مركا asoo gumal hayn horta dhagaxba lagu dilayaa waa meel baa lagu saarayaa ee wuxuu nabi maxamed xal kale iyo duco kale iyo dambidhaaf kale ayaa lagu siinayaa wakii hazal nabi waagda ma ku yilo wa satartahu bi thawbika la kana khayran laka dad astur lahayd oo dan isoo dir lahay oo ninka ilaahay u toobadkeen oo ilaahay bari dhihi lahayd oo hoos ka toobadkeen anada isoo dirileen baa ku khayr badan lahayd laana awraadka muslimiinta in la asturo on la shaacin ba asala faudrik wa laga daba tagay farujima wal rajmi fama tawadintay انتو بحصدي يا عبد الله بن أنيس با انتو قاضي محوة دقل دقل اما قل محوة هاي ماشان رتيق دقل كي روايات نوحيش اكتر رتيق توقتي جينيكي ومال يالو لف بوكوها القاد هل كاسو قلوفت مكاسو دعمر كاسو داك كدلين روايات اصنا ايضا ويجرتها فما تواد انتي فقال له النبي نبي حكوري خيرا خير بكوله وادعي وادعي ولم يصلي عليه كمانا تكنين صحابي كمانا تكنين بابو ترك الصلاة عالم رجوم وكنت كذا يكمت كان رواية باطل ما رواية أمرك إنسان بقينا صحابي كنت كنن بحق بدن رواية كسر حق بدن هذا الحجر أذ بقضية أشرح أمرك أصدقها لمراجعي باب الصلاة على المرجوم صلاة مرجوم كين اللي قلت كان كره وحلو قلت كان باب التعزير إما أها إنا يسمى بناني وأهل قبلها قيبة كمذا أيها اللي قلت كرا صلاة وضحنا فيه أصل بويا بغادة يا قطاع الطرق لا صلاة عليهم imanka bogaada ee dawladda islaamka ku baxay iyo qutaac turuq amoriyanta dabajiifka iyo wadooyinka fariista markii la laayo lagu jehaday la gumaado lagu tukan mahayo intii la qaadan baaq maqabir muslim lagu xabaalaya waagi waagi baashu bil bilowga ayid ba wadaad ka yimid Soomaaliya wuxuu qoliyaha xarag jaal mujahideen wa takfir wa khawarij mahajira wadaad hadda meeshan jooga oo reer Garissa ya figur soo qaato asoo waxan baarsan bu maktabada noogu yimid daar hadiis markaas waa waxyaabaha tusay inay khawarijiin waxa kamida annahum la yusalluna ala qatl al muslimin maka moriyanta yiqta'u turuq ilayan kuma tukada tayib markaas waxan ku nidi hadii ruux walba muslim lagu tukan waayay waxa ka laazimaysa in ninka ku tukan uu khaarijiya habu
لأنه وحكم إذا أصول أهل السنة والجماعة هوليه تحاوي إيو تي إسماعيلي إيو هوليه لالكاء إيو حسوك عيشق محوها عثمان السابون إيو هوليه بسوك عي بكاس النبي محمد بقى أول خارجي مركان نقون هاي خوارج تلم بركو النبي محمد بقى نقون لأنه صحابة النبي وحد كؤ فيه الدلو سنكون تكنين مركز تاسة دي وحي أهيد هول تعزير بقى هذا واحد حنفي وردم بهذانا خوارج نقوم بان لأنه وحي بقوام بإنان بغادان لقوتو كانينين قطاع طرقنا أن لقوتو كانينين بس هو مسألة فقهية خلاف سائغة كجر اعتبار له وحباس كل بين خوارج الناس لقوان نقودي وحكا لكي هذا نكو شو هذا يكب حضي شو هذا يكب حضي طيب نينا وحيو لإنا خوارج محاق الدليل أنا شيد أم بيت دقيستان قرآن كم بيت دقيستان قرآن كإن لدقيسو قرآن كاللغون نفبحو يابا علامات خوارج هايدي فرزا والد بوقت مرطيكم ماك واحد دولا بي وذاتك سوكو سيدا ينووجوك واري نيروبي إن خوارج محاق الدليل أنا شيد أم بيت دقاها كواتان وعيو ومغليسان بيكسو قلي قرآن كم بيت دقيستان سوكو لكم نجوك نسأل الله السلام باب صلاة على المرجوك روح للرجبيي إن صلاة لقدت كان كرو أخبرنا إسماعيل مسعود الجحدري قال حدنا خالد حارث الهجيمي قال حدنا هشام إن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن المهلب عن أبي المهلب أديركي هو عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن امرأة من جهينة هون هي جهينة أتت رسول الله رسولك الله بأتمت فقال وحيتر إني زنيت نبي الله وان زنيستي وهي حبلى أو حانا محوها وهي أيض وأنا ميسن لهن إن أيض لفظك واطع عموما من تلمامها يعني ما نمير هوا وتيليين طيب هدي أيض أي واطع تجريد أما التفاض وحي لورنجل بي السميسي وهي أيض حبلى أربيكتها من الزناوي فدفعها نبي وحولي بقبرد إلى وليا قعل كيذب وكويد بأنت كدر ليس حجية فقال وحولي لم يكن نبدا درمهي أحسن إليها أو إحسان فل لهوينكم موت هدي روحوا لب كل عائلة بهدي له ولا ضيريا دع كرت أنا بقول ما كده دار خاصة كديبه أحسن إلى إحسان فإذا وضعت مركه يدشوا فأتني بها إيك فلما وضعت جودها مركه لبق جوري صدق كل منا نبعلن اعتراف كذي يقولون بكوح حكم حيا لشيك مش الله بعنا إذا اعتراف توانا مقطع قرائن ببنات وحاملة جودي مركه واحد سعر علينك لي يهولك لو ما بعنا فلما وضعت مركه يدشسي جاء بها ولي من ولي باكيني فأمر بها نبي وأمر إلا الرجمي ورك لغو أسطرو لها قاجي فشكت وحال وحر حلي ثيابها درك يذيب عليها على المرأة أقولين إذا ركب الحجاب كذي درك يذيب لغو حر حلي سوسا مركا دلحو إيه عرر كيه هوشاس أيسا عورد يسا أمه قنن ثم رجمها كذب نبي ورجمي بأمره ورجمي قهوري إيه كان من نموسن جوغ النبي من نموسن كقيب قيب روايات كلا عدي إيه صحابة إنو أمر أنضري أيام مركا كفرا وحكروا لود لشذا الوكالة بإقامة الحدود إن أميرك أم والوك أم قادوك حتى فلنتيس وضد مركاسي وكيلا كروانا مثلا إجمعين إبنان تاوش أيضا ثم صلى عليها نبي وكتو كذا قبر داس فقال له عمر باوحو كويري أتصلي نبي الله ما كتو كان عليها وقد زند عمر فإذا كفسق وقرد عائي منافقين تي أورا وكواتك مركا نبي الله ويب الزني ستين محدو كتو كان بور فقال نبي حول قد تابت وحي توبت كنتي توبة توبت لو قسمت ظل قيمين لها بين 70 من أهل المدينة تضبات قيس الرئيم مدينة أما تضبات الروح الرئيم مدينة عصاد لو قيمين لها لو وسعتهم ويديق لهيد ويقال لهيد وهل وجدت مهلي سابة لي توبة توبت عمر ما هي توبت أفضل كقيمة بضان من أن جادت بنفسها نفس أنا يقود يقضي لله إله سبحانه وتعالى يقود يقضي فيه فضل الجود بالنفس لله سبحانه وتعالى وفي الله هوش أن صمر مركة خلاف في حديث منه من طريق أبي قلابة عن عمران بن حسين يئن عن أبي قلابة عن عمي أبي المهلب عمران مسوى كجرى حديثك وذكرنا وين صمر طريق لمدى لكن حديثك بين صمرين بركة حديث كان هو حديث صغن محمد التلمامة هي أصغنا إن أي بنانت هاي مرجومك إن لغتك كذا إن لقت أنا وبنانت سونا وما عزب وقت تجاي مركل لبضع رمضة ولا بنان ولا رمضة بنان وي ساس وشيخ ودريش تركي مركل ترك وجوب ما أهي سلاد سونا على المرجومنا ما أها معها سلا وجوب ما أها لبض وي بناني هي وي تركي جاء يسلاد ضبع باب الصلاة على من حيف في وصيته على من حيف أنا قديم على من يحيف بعض النصر قرهايا على من يحيف روحي كجور فلي في وسيط دردارن كيسي مركو دردار مهيب ومضار سمي وحد قدب سمي
وحل ثلث كبدن بو دردارمي ضد حلها بو قديي حول بدون مساكن دحل الهيد يا ورسدي بو دنب بو بخيي مركا وا جور في الوصيه اسغنا مركا ان لو توكن يا لو توكنين. اخبرنا علي بن حجم ياس سعد قال حدثنا هشام البشير الواسط عن منصور وهو ابن الزادان الثقفي عن الحسن ابن ابي الحسن البصري عن عمران بن حسين عمران بن حسين سمع حسن سمعوا عن عمران بن حسين خلاف علوس بكوجه ونق سو مري لكن وحن مودا ان سمعوا حق بنان ياه حاكم في مصدرك مجلدك لبات لبات بقول كنتني افر وحولي ان اكثر ائمتنا من المتقدمين على ان الحسن قد سمع من عمران بن حسين ومجلد كلبات مصدر ان وان هي دشنت واوي مكتوبا ان تعالى لبكون افر شن بقول عفوا مجلد كلبات لبات بقول كنتني افر وحولي ان اكثر ان اكثر ائمتنا المؤمنين المتقدمين ائمه هره حفاظ هيد فن يقان بدن كود وحي قبان على ان الحسن قد سمع من عمران بن حسين في سورة القصص مركم مرة تفسير كذا وحول مجلك اللبات أفر بقطوية طب وحولي وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن قد سمع من عمران بن حسين أكثر أئمة البصرة حسن هو بصري عمران هو بصري هوشان أئمة البصرة لويدين ومنهم البزار إلى آخره مركة ومسألة علوس من الدين رقبا بأيكا نقاشها هيان لكن أضو سداسة لو بدان يهي أن رجلا بأعتقى عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق وحوري ستة مملوكين ستة أعبد الهوية داود بن قصة مرة لح الضم بحوري ستة مملوكين لح الضم بحوري والله سواها عند موتي مركو لمني هانتبه لح داس وكان نحي وحانتبه لح داس وكان نحي وذلك العضيس ولم يكن له تنوع بعضين سعفوا ولم يكن لهم مال غيرهم مالا أيها أهين ما بلهين فبلغ ذلك النبي أرهن كاس وسيدة جور كأه أيها النبي قاعد فغضب من ذلك نبي هوش وكع روضي وقال وحون يلي لقد هممت وحان هميون دونون دمعي الله أصلي علينا أنا كنت كنين. طيب ثم دعا وحون نبي قيادة مملوكيها الضومد أولها بقيادة لحدها فجزأهم حوك لجبيه ثلاثة أجزاء صدح قريب وكدقة اللبئي 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 صدح ملوه من اللبئ يكدقة هذه ثم أقرأ وأقر التوري بينهم أي بين الأجزاء الثلاث فأعتق وحو حري إثنين لبئ حريين وأرق أربعة أفر نحن نبقى حكمين الضمين رواية بداود وحن قصة مري لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين نحن نقول انت ذا حبال حتى أنا أقول سوء جاي لها قبورة المسلمين تلقوا مدر يعني قال هذا لقدر لها أما بران عدل لقوا حبال لها يعني نبقى هو شهو كؤتك السحابي قاس إمامك حقود دليشان يا مركة لقد هممت ألا أصلي عليه وحام وقته إنه نبقى كنت كذي إنه كنت كذي طيب لأنه النبي حان ضيما أنا كنت كنين بنهمي لكن وأنا كنت كذوي إمامك قد لشان يا مر كان إنك وسيدي سكوت جور فلا كحد جدبا إن صلاة إن لقط كان أي بنان تايكا سون النبي يا ليبا إن لقط كان أي بنان تسون النبي أهمي يبا لأنه النبي مهمي إلا ما لا يجوز إلا ما يجوز وإحنا النبي بنان أم بهمي أوي لابد مر كان أي بنان تاي هدي أذكره لك تنا وحديه كرتا وحلاق قلنا كر حديدك إيه ترك جواز وترك الصلاة على أهل الفسق ذلك أهل الفسق جاء إيه حد جذب كي الدين الآن تكرد على المسلمين بهن وقدين إن لقت صلاة ولا قت كره وديب عم العلة دري شنيسة محاس حابق أن لقوك علي وحلوك علي وحقد علي جور أما كبيرة من الكبائر طيب أسوهم كتب كينين بونه هي كودين تسيدا موقتا بركني والبوسيدا إن صلاة لقت تقابنا إن لقتنا يبنان تاي مرك الصلاة على أهل القبلة من أهل الفسق ويبنانتا إن لقد ترى ويبنانتا حديثك واتكدلي شنكرتا اعتبارا للمعنى لا لللفظ لا لللفظ باب الصلاة على من غلى لفظك هو عن صوت المانوح هو وضع في كجرة في أبو داود لفظك هاس باب من صلى باب الصلاة على من غلى وحبابي هاي روحه خيامة غنيمة أو حكا خيامة إن لقته كان إيان لقته كان إيان يعني تعزيرا إن لقته كان ويبنانته إن لقته كان إيان إن لقته كان ويبنانته أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري عن أبي عمرة مولى زيد بن خالد أبي عمرة مولى زيد بن خالد موليه سبو حكورنها ياي حفظك حول مقبول من الثالثة ذهب وحول ما روى عنه سوى محمد بن حبان لكن وثقه ابن حبان والحاكم
وصحح لهما إيه له يعني ابن حبان يحاكم ويصحح حديث كيسن ولبا حاكم حكود دري أبو عمار بودوا رجل معروف بالصدق وان اللغوية قان ولبا الصدق اللغوية قان واحتج به النسائي وسكت عليه السجستاني وروى له مالك في الموطأ من غير رواية يحيى الليثي مركر وحلوية قان مالكنا إنه نظيف الرجال ياي يعني نسائنا انتقاب الويقان سجستاننا سكت عليه فهو صالح عنده إذن وثقه ابن حبان والحاكم واحتج وصح حديثه مركن ننك النعاس وحجر حين مجر وحيلت هاي إنه ننك تجاوز القنطرة عن الرهينه قول المرك حافظ ومقبول لا يقبل ولبا مركن نقص عن قاعد ذهبي ننكو حاكم ابن حبان أصحيحيان فحسن الحديث بوليه إن لجرحنن طيب ثقه وأنك وثقه كثير ولم يضعف هذا فإن خرج حديثه الشيخان وحرف ثقة منك للتوثيقي يتوز وثقة ليدي حقا أن لجرحنن وحاول وأن ووركس وبنانك يا الله هذا منك على توثيقين لكن بخاري مسلم تكو حديث أصو صاروا وحجرحين أوسن أثنى واثقة بوري هذه دار قدني حاكم يترمذي أصححيانا وحجرحين جرنا وحول أثنى وفجيد الحديث ابن حبان باك مده رقا نوع عاسي وليبا طبقا دعا هاي هالكا دعا هاي وحيلتا هاي انه شوضو وليبا حد ان كان وحاوسي دير توثيق عضو حاكم وحولي ابو عمرة ورجل من جهينة وهو معروف بالصدق بولي رجل معروف بالصدق مركا عدالة اسمي البوصاري حفظي يسيبا مركا انكوصو هاري حفظ جزنا تصحيحا نوفل حفاظك عليه نسائب أنا كمذا رجعه شحوجية عن زيد وح أنت سيد موليه سب وحكورنايا رواية الرجل عن أهل بيته ومواليه ويكح بدنت هاي عن الغرباء ما كحكورن هاي ما كان أبها يهوي ذا يولالك وحكورن يسوع يمركض علومك لو حكورن إسق أود متي لأنه أبها يقرابة ذي أهل كذا وحنا كده حيا ملابسات يجوار يود الجوج يسق بدنا شو مركو حمره وبدنا هي إن حديث كحديث هذا خبصته من الكتب أثرت وياه وحكروا القصي درا هذو متن وير ياي متن إسق كوبان بياي حتى الرقم ضعفاء الحفظ أول ولا مال مريا ما تيجي يابي اللوبي قصة ديره أساند أبهانه وحفظ أبهانه يبق وكل كده بالغرف هذا لكن إن يرو نول بوق ما كان نك الصومالي قد بينسون مال صار يكره نين كانوا وحجين كراوي وحكلوا بدو قرآن كده كان هذا هو شو قصة على تاعي دعوة عليه وحيابها نادر كمرمر دعاء نكو هدو وريه وإن كان سيء الحفظ ويحج وي مال مريا إحنا تناك ولا ما اللوبي وحلي إلو بما وعدوينك وعو حاجرة يرانتا دي أدو سيدجير أما سيجير دعو أما كذا حسوسته وحاكولو الجرة وحيابا الشلع دعود إلو بيس محاجرة قلياد داسا وحلوين وقلياد لا يابا ولا أما كاق يفجع يتعجب له باي آي مارك وليقا قلبه أدو كدو بنا نيسا مارك طلع كميد هادي عن زيد بن خالد الجهني مولاه قال مات رجل بخيبر نبا خيبر كل انت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم صاحبك كنت كذا صحابي محايا لي إنه غل في سبيل الله نبقى حوء علينها يا ترك الصلاة في حقه نبقى تجد أصو كتك الصلاة وكنت كان لها صحابي قابوا علي وانا تعال الجملة عن طبي لأنه محايا لو أنا أوت كنين غل وحو خائمة ويا في سبيل الله إله جدك سوى حكو خائمة أصولين تدلي شده إن إنا يتحرف التعليل مسلك مسلك العلم أي تولب علل كمنصوصة علل منصوصة ظاهرة يا دلي شده عديثا ففتشنا وحانو في بارني متاعه على ابتسبان بارني فوجدنا وحانو هلي فيه أي في المتاع خرزا كل بانو كهلي ومن خارج يهود كله يهود ده كل يرى تعن تحن بانه هلاوي ما يساوي أن أدرك من حق قيمها درهمين لبد درهم مرة نبا صلاد النبي محمد حنينك قصة جوين لبد درهم أخا إماي مرك غني مذ وين لسك إلى ليون لود وانين طيب وحين مرك أم راشين بسلو هاد مرك دجال صعود كم مرمي ويدم مويه وحوي أن أما دجال كي صعود قرية أنتو كهلا بقرية لفرت أتكون دجال لم تم ويوح مرك دجال كلام ماض وين غنيمة السيد الواقع منه والبوح وحي أوكينا ميقضونا الله كدقي حديثك أقول درنا غنيمة قيمته دكوية من الزعابة وعنبع الله غنيمة محا يقبرنا نمحاسن يقبرنا ناي مركز يولي ليبك الوصو قناي إهل كافران توقع قد عاسكسيبت وواجم الغنيمة أخو درتبول كي أدو كوكود عيفالله دو كوكود عدل الوصو قناي قالوا كوصو قناي إيه اسكبقوا يسين ومن غنائم المسلمين وأموالهم كما حكتب المسلمين تكالي وإن قيبت القدر وأنا اللي بكو دعاي أنا اسكفجي هذا يكون تالابا هذا كيني وذي النار بعد آخر يكون قلي
يعني غنيمة هو شذا هو لا ضقوي غنيمة الله قايبين خلاف كسائق أنا قبلي أنا وسلام وأركو أما إجماعه كوجنتي وغنيمة منقولة الغنائم المنقولة لا قريها يلا عجها إيو حولها النول أرجع الضوم ضي وحبها صعن كري الله قالوا إن الله قايبيه ومنصوص في كتاب الله وفي سنة محمد 40 حديثا قبل بقيمت وصحيحة قضية ضائعة هل حديث أو سجن أمد لا يسوى أي عضها أو قيمت غنيمة إن الله قايبين المجر لا يوجد قضية ضائعة يعني وخل ضمن قضية خلاف كجر علوس وغنيمة عن منقولة رالك يجريها هذا نقول قالك حقه في إن الله قايبيه مجاهدين الله قايبنا ويبنان تاعي سو النبي خيبر أو قايبي إن الله قايبنا ويبنان تنسان ما كان الله قايبين إلا ما كان النبي سيد الراجح بالنصوص خلاف كوجر هبا حب النادي بالنصوص وحاول النبي حب كوقب صدقال بنوقوق صدق ما نقايبين سواد العراق مركو عمر قبطي خلاف ديسي ما مسلمين تو قايبين من موسى قايبين موسى قايبين وقف وكذا ينكستو خلاف العرس وكلا كل ماي يعني قسمة الغنائم المنقولة ومسألة محسومة اجتهادنا كما فرّ شغل سامي التيمية رأي اللي قصه قرشا في مجموع الفتاوى ومجلة كويتمنات الإمام محمود هاي إنه فركاح الشافعين أصلا الرسالة يربو قري الرخصة العميمة في قسمة الغنيمة وقراء صوح ومرأين اجتهادية تهي شيخ الإسلام من قول بل قصه يقول قولك قول مخالف نواجرة شغل سامي أصلا وفش سكجوجي إنه فركاح شافعي أكدو لمال بيدقين وحو لا يمد بالي وحن لو باهنين او شدود بو لا يمد ميل باي دغين جامدون اسنوي با اسنوي با اد ووراي تقيدون سبكي با كوم كو ووراي مخا نهايه العرب في قضاء قضاء العرب في اسئله حلب فتودي سم موضوع مجله كوسان بو ميل كو ساراي نوي با رساله غونا كقري اي اقران اهايه وحل يدا من فركاح با اصولك يا هولها خلاف تعالي كغ خوق بدن نووي لكن وحيه الشافعي دان قرين انه مثلا هو قر ليه ما لا هو صار اسنوي ود انه الهي كصليداي او دبا دغتي او حتى كتاب كو قري اسغي رافعي وعوري مجمع البحرين في تناقض الحبرين الكتاب هذا مطبوعه حبرين كو الرافعي انه شيخ المذهب كتاب دم كو قري لبا بقول اي 80 مساله كو تناقضين بو دغاي يز دبا دغاي لبا بقول اي 80 مساله او لبا قول صدح قولني ولا بو كلمه مساله شبع دواد دفاعون واختصاري وإنما النقدية بأجروا الضبط قالوا أصغنا بحكوفه في كتاب كيس المهمات سديد المجلدة مركز وحكاسه صاريان تناقضات على الركواء نما أن تناقضة إنما جري وورك جوجبا لي أضاب الضرنبا أضاب أشب باللابي قيبنا ميسا نسلمنا ويلدى قال محايدة مسلم معها الميسيقى استوى النقوتي أصغوا حولي هاي نو حوقر رسالة أكور الدي أصغوا رسالة حالي وجوب قسمة الغنائم وجوب قسمة ومطبوع لبا رسالة وجوب قسمة الغنيمة أسوي حوليها يواجد دم أوجامري معيز صوران قطي أوجم ليب نو قريب الرسالة وأقوى كتب على إطلاق بوري لأن آخر رسالة يروي هذا آخر ذو مسألة أيضا مرن طبق هذا صور نقول معي نو قد استكمل واستوعب البحث جميع الشهب كان مركز بابئي وأقام الحجة بالدليل أو شهر الآخر ورسالة مطبوعة ير ما بضنا لحلم بيج كان بضنا ميل بطاري كرتا أو شيء على الوخل دين مثلا ومسائل خلاف معتبرة كجره نمان بو حيكو خلدامين بعض المجاهدين بو حيكو خلدامين خلاف قرطبي سوغوري مازري سوغوري وكو صابسا يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال وحي سودكت قبل قسم وجوب قسمة الغنائم واعلم أن ما غنمتم بأدن بيزي وانا منصوخة آيات ظهر معنى هذا لأنه بدر ضباديات بو حال واجب يوم بدر واجب ما هي قسمة الغنائم وحوا هؤلاء الله بنى الدولة يصوبناها قابك حمى مولان أو شئنا تفهمتم مهم جدا وعي وعلم أن ما غنمتم بإجماع المفسرين ويكدم بيسي يسألونك عن الأنفال مرك قسمة الغنائم يوم أحد باللجدية أما قبلها بقليل وحي مرك إن لسكو خلد ما باب الصلاة حديث كور معه يوجد رأي يوجد هذه غالية صلاة النبي وكتجي بعض المسلمين إني كنت كذين أي سقنتها بعدين وأنا كنت بعدين وأنا كتير كرة طيب مع عبادة من صورته ومن سواء عاده وعباده وح اجتهاد كما فر حرام بكاد ومدين نقول رأي إنك أنا لو بنيي
waxaan lagu banay waa sabab macquula lidacfina raaya mansuusa wey xadiis baa ku yimid dacfigeenna tabardaradeenna ilaahay inoogu banneeyey laakiin marka loo soo laabto muslimiinta waxa loo qaybin ma macquul macnaa baysan misamaya waa cibaado waajiba laakiin waa macquul macnaa bimacnaa sababka loo qaybin waa la fahmi karaa maxaa yeelay diinka nimanka difaacay wixii nacfi ee ka yimid inaa iyagu mutaan ba asala iyagaana iska leh sidaa darteed ba xataa asradii gaaladeen soo qabsanay bacd alasr hadday islaamaan xuruubi ma hayaan ma xuruubi hayaan lanna xaq almujaahid baa ka horreeyay xaqan dambe marka alxaqu liman sabaq asal wuxuu ahaa in la yada antum tulaqaa ullah ama laysa lilaahi shariik siduu nabigu sidaa u yeelay laakiin haddii aad gaaladii gacanta lagu dhigo oo lasoo qafaasho oo asro noqdaan bacda alasri waalmilkina ay islaamaan muslimiin weyo lama deli karo gaala looma celin karo looma dhiibi karo waa akhuunaa fillaahi weye laakiin wuxuu baaqa ku ahayaa firiqi lianna xaqa almujaahid baa ka horreeyey haddii kale waxaa ka laazimaysa xaq dambe mid hore buriyo ayib asalla sidaa ma aha macnaha waa la fahmi karaa wadaadaha mujaahidiinta qeybo ka mid hadda waxay ku cuurdaartaan qanimada waxaa amiirka iskale sida asagu markaa u arko una u qaybin hadduu doono wuu qaybin hadduu doono waa qanimada manquuladahay tii dhulka kama hadlaayo caqaaraadkii araadida kama hadlaayo maxaa jira waagii nabi maxamed uu joogay nin walba naftiisa iyo maalkiisa iyo seeftiisa isaga ku jihadi jiray yaa khayrla harkabi baa la odhan jiray waan la soo bixi jiray meeshan laakiin ninka mujaahidka yimaada dhaawaciisa iyo bugtadiisa iyo noloshiisa iyo biilkiisa iyo rasaastiisa iyo qorigiisa waxay saaran tahay cala alcamali wacalaa bayt ilmaal mujaahidiintu saaran yahay dawladdu saaran yahay asagoo faraja jilicsan buu yurub ee galbeed ka imanaya afrika ka ruuculay xaguu tegi waa la tababari nin baa laga dhigi ee lixiru buu ahaay haddana qori baa la siin weligiibaad gacantaa lagu hayn marka wix yaraa nacfi la helayna haddana hala siiya asaga oo annagu xaggeen wax ka keenaa bay dhaheen bangi noo furan ma jiro islaamna taageera ma jiro masaadir maali aan ma lihin wix yaraa haddii uun la qaybso mujaahidinta loo qaybiyo hadhowna dhahan biilka reerka dhiiba oo dhaawacayga ha la daaweeyo oo rasaastida ha la keeno marka haddee igo taro ugu tirwey hawshan hawl soconaysa ma ay dhihin waa hawl adag soma hawsha iyada waa hawl adag gooy almihii macnaha macaan la ictibaarin ma aha waxaynu soo nidhi cillo walba oo xilliga nabi maxamed jirtay oo subanuhu ictibaarin waayey laa cibrata laha weliga ha ku aafoobin xilliga nabi maxamed ma jireen ciidamo nabigu intuu diyaariyay qori iyo maal iyo moodba asagu u daadaan qanimad u qaybin jiray yaa ciidamaha diri jiray bal nabigu intuu dayn soo qaado oo ciidanka diyaar gareeyo oo qabayo duro haddana qanimad u qaybin jiray hawshaaluyaan lagu aafoobin cillo walba iyo sabab walba iyo muqtado walba oo kaana qaa'iman fii cahdihi walam yactabirhu rasuul waa mulqa laa cibrata lahu bilijmaac waana meesha bidcda lagu baabi'iyo waa asalka ay wahaabiyadu iyo salafiyadu iyo athariyiintu ku baabi'iyaan albidac nabi maxamed in loo dabaaldego oo loo damaashado way bannaantahay xubba iyo khayr weeye dad muslimiin oo nabi maxamed idin ka jeclaan ma jireen ahaa goormay soo mareen saxaabi iyo taabiciin iyo ahlu khayr oo dhanba nabigu xilliga ayada in loo damaashada ma mutay oo xub iyo jacaylku ma jecladu qaa'ima ma ayd haa maxaa loo nn bay la kacayaan maxaa loo sameyn waaye nn socon mayso kullu maa kaana muqtadahu qaa'iman fii cahdi muxamadin sal alay wasalam walam yufcal waxaa waa bidca in la sameeyo iska ilaaliya hawsha ayada ah idan sheekhulislaam wuxuu ka qadiyada kaga hadlay kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim buu kaga hadlaa shaatiban ictisaamku kaga hadlaa waxyaabaha yaan lagu aafoobin baalaha iska ilaaliya way fiican tahay wadaad waxaa kugu filan inaad tiraahda niman yaho mujaahidiin aan tashanay isukan keena waad aragtaa niman yaroo la godoomiyo bad iyo bariba laga xiday oo kurus misrad ku socdaan nahay culayskii anaguna saaran culayskiinii marka wix yar la helo niman yaho aan dowladda u dayno oo nagu waqfiya biilkana na weydii oo howlaha ka anaga noo daayay anaga intana qoryaha yararka ana ku sadaqaysta muslimiinta hadday mujaahidiinta ku qancaan khayr weeye khanaayim muxuu nabi ku qaybiy muxuu sameeyey ree hawaasin oo socdaa yimid waxay dhihi nabi allow haddee waanu soo isla waanu toobad keenna xoolihii iyo maalkii iyo dad iyo duyaba soo celi nabigu wuxuu yidhi xoolihiinni iyo dadkiinni kee idiin roon labadaas caruurta iyo haweenka in laydiin celiyo iyo wixii ragee nool iyo in xoolihii laydiin celiyo kala doorta laisku kindari mahay waxay dhaheen nabi alla waxaadna durrisiisa sharaftaanadii iyo gubannimadaanadii iyo xandha adduun wax laisku dhiga ma ahe dadkii noo celi dunya ma rabne wuxuu yihi hadda laga bilaabo wixii anigu qeyb iisoo gaaray iyo ree bani haashim ba anaa mas-uul ka ahe waa idin celis saxaabada kale xoolihii loo qeybiyey maan duhurka markaan tukado waynu siyaasadaynaaye siyaasa sharciya istaaga hadla afka la baxa muslimiinta la hadla waxaad tidhaahdaa
مسلمين هدي وما خلدنا هو إلهي خلط بانقلة دقال بانبان رحمر وانقا أدكات إله بإيدين قرقاري داد يو الدنيا بانبات صحابيسي وحي الدنيا دوني مين داد كان لو يعلي إرقان هاي مسلمين تان إرقون هاي نبي محمد بان إرقون هاي إرقا إيدين هاي بالله نبقى مركا إستاقة دا بيستاقة وانا كده بيستاقة ما كاسانا داكيزين هيا مسلمين تو هل نفر إذن ديدين ما هي بوري سانكو أقان وانا قوري ساس يهلا والله صوت الشغي تقيد الريها وازيني أفتهنا في مال كابا إستاقي هوش بيجيدية والله الضنقضي صحابة الموقت إنما خير بضن بيهاي كدبنا نبي محمد با كده بيستاقي صحابة هل قويس موييني انت كلو حي نبي الله وان وحوله ودن وعلس وحوله ضدك وعلنه وحا إستاقي محوها أقرع من حابل تأسوه بحولي أني يا قويس كأن كرداش وحبي علن مينو تلكي وحيدا وحمادا شيقوان علني اللي أقاس بوها وقاس كي وحو عمرتي إنو مسلطة الخلاف وحولي وحبا أنه علمي إن حولها أني سوانو قيب سنو يداد يدوني تلكي با مركو خروج خروج على الإمام بيصمية وحيدا وحبا كبجرو مركو أرك النبي صلى الله عليه وسلم إن قدتك قاركو وحكو دقينيهين يا وحو نينكي وحي سبحية قنائمت الصوص عضا يفيق الضنبين هل يوحي ربي نسيا وحن كسين دونا لابان لاب إنك أدون سوعي لابا أدون من سين دونا كل واللوع لي أرهرك مارك استرضاء المجاهدين باكو قفلا محاربا ملاه اللي مجاهد كأصوك وشاد من قول وكور داما بسطو وكور دماء وأن هل قن أي من القيمة بها ديرون تلوش عقو الله سلاوك وحي لأسلاركو وإلما دا ريال وحنا جريها دي انت يرتاسو ورجي الله إله ويقلان هيا لكن باجي الله مقوين حوكها لقداي باب الصلاة على من عليه دين وحباب يا روح الدين اللي قوله إن اللي قلته كان يا اللي قلته كان عينين طيب إن اللي قلته كان بقى النبي قدام بيسي إنه سكت كان جرين بان أهو الرئيسي طيب أخبرنا محمود بن غلاب أحد المروزي قال أحدنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعب بن الحجاج عن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل نبى النبي قال له يعني وما الأنصار أنصار كم إذا ليصلي عليه سوء قلته كذو فقال النبي نبي صلوا على صاحبكم صاحبك إن كنت كذا روايك أحدك أولى يا نبي ودي مدين من الأولى يا ها إن كنت كذا صاحبك صلوا على صاحبكم فإن عليه دين دين بالأولى يا هاي مرك الدين تنا أنا ما نعبي قط هاي للصلاة عليه قال أبو قد ذحوله هو علي نبي لو دين كان لول لبدي نار بي أهيد وإن قصوا مرة في السنن لبدي نار بي أهيد دين تأسيد طيب قال أبو قد ذحوله هو علي نبي الله أنا ليولى يا هاي أنا بحين يا نبحو قال بالوفاء لا بالمماطلة مبحن إنا ذو حد ليبي بعد كو قاضي مثل أنا أن شرهدين دون أور وريجين يهوله بعد وضاء قال حول بالوفاء إن لا ليبي وقعنت لقد ديما نبحو كو قاضي فصلى عليه وكتو كذي ما لين دبو نبقى بغت دي دينت مبحسي مايا ما لين صدحات لباد بولي مبحسي مايا ما لين صدحات نبقى الله ودان دي بلوحو الآن بردد عليه جلد وينك صومر هدا قنكيسو قبوبي لبي كهسي الرفاد دين تروح مسلم كا لبدي النار بيت علوم حيلي النبي وسيدا وحوي يلهي في أوائل الإسلام وصدر الإسلام بيا هيدي يا وصدر الهجرة وحوي النبي صحابة صحابة درينسين دين تلب كا إلى ضح إن اللي قدك دين الله قال إن الله إسك إلى ليه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه حديث حسن وذكرنا إذا روح المؤمن كنفس سين اللي قدبني النبى وسماء الدنيا أيضا دافن إلى دين تلقى بحيه أيها بجرت ودين هو يدب ضنطاي نفتينا وحر ملح بنانها كعب سنين الديمهنا وأحاديث باشن بالعلوس وي طيب نينك كبت بعد كبر يغلو الدين صانا كل انت واجرنا النبي واجرنا قلبه مارك الدين توا يدب انت ماركو إن لدريسين صحابة هوش عينيك إسكيل عليا أخبرنا عمنا علي الفلاس ومحمد حسن نصنى وحاكل وكجرة وكالة إني بنان تاي الوكالة بالدين قضاء الدين إني بنان تاي أدو روحي وصنقودر سنن بقى وأنا حتى قرابة ولا أهين بقى مسلم ما وقف بحنكرت سان أي كوجد ميسو بكوجر وأنا قضية حيوك برا أخبرنا عمنا علي الفلاس محمد مثنى أبو مسلم البصري قال حدثنا يحيى سعيد القطان قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد الحجازي قال حدثنا سلمة الأكوع قال أتي النبي بجنازة نبي محمد بجنازة الله كان نعش يروح مسلم ودينت فقالوا يا نبي الله صلي عليها نبي لو كنت كيد هذا فقال حبري هل ترك عليه دينا دين مسكيتك يعني اسوي الدين الاولى ميو دنتي قالوا نعم بيده قال هل ترك من شيء وح لو بخي ما كتغي دينتا دنبويده ما كتغي وح لو بخين لا خول ما كتغي قالوا لا بيده مايا قال حول صلوا على صاحبكم هذا كنت كذا صاحبك قال رجل من الانصار وحول ابو قتاده ويقال ابو قتاده الحارث بن ربعي صلي عليه
نبي محمد علي دينه نبي قال له كنت كدينتي سأنا إسانة أنا بحنية فصلى علي نبي وكنت كدي مقربة تيني موالب الله تهائيه حول انتهي لإقبال الله بحماه دور روحه بحن كروح ويكفي إنه قد ميسو أيها كعب بعض الفقهاء وحنفي ذا قيبا كميدا الديدا قد يضع إذا لكن ومحجوجون بالنص حديثك ورن صنبر يكو سابسنا أدونك روح مسلم كاية كتاقي أدومن اللحة كدب نبي أقرى طورنا ويرهدين أيها وحليين قرعه وما بنانا با وما خمار يميسر بيدين القرعة مالك إذا ومحجوجون بالنصوص ومسائل مسائل كفش المن بيكمتها لا يمحبها قرعة السمين هي مركز وحليه ما هو نوع من القمار والميسر أخبرنا نوح بن حبيب القومسي وهو له كوكا في جوين في كتاب البرهان خاتمة قدام بيسة وحيوه أبو حنيفة ما أهبوا فقيه ما أهبوا مجتهد ما أهبوا لا مجتهد منتصب ولا مطلق في أي وجه من الوجوب عربي ذا ميقان نبول وكتاب إله ميقان وصنة ذا ميقان وحتى فقه المقاصد الشريعة ما يقان وحو يقان مجر وحور لا اجتهادك سوى باطل وانا هدام للدين والملة ويركو كوك على صفحة رن بوداد كوير وحو ليس من المجتهدين ولا من أئمة المعتبرين سيزبا محايا إلي مررت بأبا قبيس بوري بوري طيب مررت بأبا قبيس عربي دمياغ حتى أجنوه وان بحسن بوري فقه المقاصد كيف جوج بوري كتابي وسنة جوجي حتى فهم الشريعة مقاصدها ده يعني وكحد قد بي أرضي يسيبها كدر يبحثها غزالي أبو محمد الغزالي في المنخول في التعليق على في تعليقات على الأصول قيبت أضم بس إجتهادك وحيري أبو حنيفة جبي يسوي حيوي من إنه دين تدمي يبي حتى إخلاص كيسيس قصيبه ضري إنه فقيه إسكده إنه مش جوجي بل وحول ونقد سيسبة وناقد لعروة الإسلام حجرا حجرا مرك إنه زنديقي هاي بكل دوي أفهم موسم كل جن لكن مرك هذا أخرده روحنا مسلم الله جو الرمى يديه ميزد بالآخر الله هذا كتاب حنفي أنت إلا أكبيكون هذا دفاع عن شيخ هذا نينك كأكبحنا دينتك صار عيا حديث بيدجيا ودينا النبي وحول لا يأتينا في آخر الزمان رجل أضر على أمة من إبليس والدجال يقال محمد بن إدريس الشافعي حيدهم اخذوك ايمان دونا نن امدنا او قدرن دجال ابليس او مقعس لا يداهدو محمد ابن ادريس الشافعي والله اسقل يا محمد نابتو اسكو بابي اخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق بن سنعاني قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اولها مرك غزالي يمحو اي جويني شافعي لوبح فهو امام من ائمه المسلمين اعتبار ملا وركض وحي خلدن بالغ نقدن رجع هوشع باللابي من أبي شيبة أهو الرئيب باللابي أبي من شيبة مصنف كيسا ماشي أضم بيزوحو بابا يستي كتاب باب ما خالفها أبو حنيفة السنة أبو حنيفة حديثه خلافه بالسردية قال أبو حنيفة وقال رسول الله سنة سؤوه دي كتاب نووي مركة حنيفية مركة أهل الحديث وأسكن مقيين وأسكن مقيين إنك لكوثري بحرسالة قرية بابك كالية ردني بابك مصنف كويمت بور الدنيا إلى أن بيشيب كل دوي نص إسلام باهيم يعني والسكوب باباها يا وش أيضا مهمة دوحة يحد جدو كاسي والجونية أبو حنيفة وإمام من أئمة المسلمين له معاهين ما لغيره من الأخطاء طيب نقول بأنتم خضمون بلا نقدين لكن لو واحد جدو معي وأنا إمام وحين كان إني بنانتاي من حيث اللغة أنا بنانتاي مررت بأبا قبيس النوال كينا والله نقاش طيب أخبرنا نوح بن حبيب القومسي قال حدثنا عبد الرزاق بن همزة العاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مسلمة عن جابر قال كان النبي نبي الله يصلي على رجل عليه دين نبي وحا واغوري مثل كان كنت كنين على رجل عليه دين من دين الأولى فأوتي وحا النبي الله كان مالي مالمه كان ميت الروح لنته مسلمة فسأل علي وحويدي عليه دين دين من الأولى هيبور نبي عليه بكذا كانت تدويكو قدرمت استفهامك قالوا وحيدا نعم ديناراني لبد دينار بالأولى قال نبي حول صلوا على صاحبكم صاحبك إن كنت كذا قال أبو قتادة حول هما علي يا رسول نبي الله أنا سارنت أنا قاضي ضمان ذوي وأصل من أصول الضمان والوكالة طيب عفوا وأصل من أصول الكفالة من جدا والضمان حديثكم فصلى علي نبي وكنت كذا فلما فتح الله إله مركو أفري على رسول رسولك أفري وخيبر لفرتي فرد أهري زين مسلمين طيب حلان النولادين وحوقها غزوة بني نضير صحاب الأنصار وحيدة مهاجر وحيدة هذين
إلى ريب النذر أي شابين وتمر تضيل لفرطة إيه أنت ذودي تمر ما نكدر جنب إلى هذا المهاجرين. طيب قال وحول النبي مرك النبي وحلي اللي محاول ينتاقت هذه على قدر فراشك تتمدد وبعد أن يمنينته كل بفراشك أنتوا دنيا هاي بس كاب حسابه ده على قدر فراشك تتمدد هاد فراشك وكبير يا واسد ضوب الزما لو هذه ما يحب تصير علنا واسلي أكيسين هاد فراشك دير يوم بلاني هاي دعمها الثاني هقاصة دكان ولو هنا واد كله تاعي وصادن تصدق بالقي. طيب هاد لكن مش كبير يا تضر نبي السوق والسرعين النوع نوعان لنا هاي وحنا لحو البلجيت بحارته لحو البلجيت بحارته يعني لقوا لنا هاي يلوجي هذا لحو هذا لح يرت هاي ملير بنتي قرف قرف كسي استوري ده بهالوين ورغال قيسو تانج أثار رول نبي بناي سنتي حقته بس دقيقة اللي هو طقان ما كيف رزق روكي حقه هو طقان نبأ عمره فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال حول أن أنا أولى أنا كم مضنوي بكل من روح كستو مؤمنا من نفسي نفسي أنا كحقوي يعني وحو نفسي سأطر لها أما ربي سوق إلى أنا أتاقين أنقبتوي من ترك الدين روح الدين كتقف علي النبي أولى بالمن من أنفس من هذا وكتاب كده يكتمد من ترك الدين روح الدين كتقف علي الدين كانوا يساري ومن ترك مال الروح أنت كتقنا فلورثتي ورسي أساس كالي وحي نينك مال كتقى أنت dadkii la dhashay baa dhaxlay ama u dhalay ubadkiisa baa dhaxlahay deyn iyo culays ruuxi ka tagana anaga qaadayna culuhu waxay u badan yahay ala sabiil istihbab inay taa wal jawaaz yaani xoolaha dowl la dhaxlahay oo hantiba ka tagay dawladda muslimada haday dhaqaale iyo xoolaleeda in deynka ay ka bixiso way banaanta waa mustahab saasay ku tagay baadul malikiya waxaan waa waajib dadka muslimiinta deymaha luule dhamaaday qaraabada xataa haddii noo joogtee dawladdu inay bixiso waa waajib القاسة ايقونا مرين بعض المالكية وجوبكو دايل بضان محيوك بضنو اخبرنا يونس بن عبدالعلى السنعاني الصدفي عفوا بن عبدالعلى السدفي المصري قال اخبرنا من وهب بن عبدالله من وهب المصري قال اخبرنا يونس ابن يزيد الايلي وابن ابي ذي محمد عبد الرحمن وابن عن مشاب الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توفي المؤمن نبي وحوها مركز روح من الله افسده وعليه دين الولاية سأل كي ويدي او يده هذا هل ترك لدينه من قضاء دينتي سوح قضاء ما كجت جوح الوجب حيوي وحلوجده فإن قالوا هضينها نعم هوا كتجي صلى عليه نبيك كنت كنجري وإن قالوا لا هضينها أن وحورنجري قال صلوا على صاحبك وفي أول الأمر هضين تفصيل كسومريني فلما فتح الله على رسوله مك إله رسولك سوفري إله حورك يعني كل بحادي إسبدش مكتو وإن لجو كرديه وإن لجو كرديه هدي معاي أضحيو شن بقوله بيرة أما لو بقوله بيرة بحين جرتي وقالي إيه دقيرنا أدعون جرتي إيه عقارتي مدة أدكو إيه أخوانك عورتة أدكو أرقلي جرتي وإلا وحكوفر وحبدل بوقتها إيناد هل كنت تاقناته يعني الله أبانه وإن حالضة وحسكب بدلاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. طيب إلهي مركو وحكوفر النعمة كسية إنا يكامو قتال الربا سيدي إن منك الربري الله شيء غني جودة يا فقير كود أن لك هلجرني أنا قتل مرة علي ربر يا أغنيته ذي فقط الله ما كلا جرت نينك مركب مسكين هو كره فادي كل يوم مركب ونصف كم مرة ما قال الله يا دكان ما قال الله ونور الجوي لأنه ما كلا جرن هاي مذول بمعوست ضوبا وهل كاس هاي قرها وشكتو قبا إن ديه بقى إزدبية لا واسكرة لكن هو مليان ديرو كلا جرن ما يسمح الضمين مركب أنا صف كم مرة هدي لكن رجل لك لفهم هاي انت وحش تمدك هاغاغي. طيب هدي حيرت الواد كغل ليحان ورك ددك وا الا كلا فاهمه وخي كو كردو وا ان مساكينتو يا اهلك يا قرابده كل وح كغارو او الهي ساسو كو جعليه لكن ما مانتو رد دفرتو ترى دكانك يرا يا مخو هاي ماشي باص يو كان يو وحو ما هين ماشي وحكو بيع بال بان كو هين وا مليان دور اكونه هيبا جبا هيا ور بيع بال كوما هي سيدي زكوات با كو واجب مليان دور باد وخي لا هيلو يعني وحال الله وبار وحاسوا نبي محمد مركي وحس بدله واس بدله هي صلوات ربي وسلم عليه. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي أنا وربري ما أرق مرة تقول لك ما والله شيء قا هدي الله يسقى بصدق وقرت ذي جيت كذي اللي زجي نيمك إيش يا جبنا كهني فمن توفي أنك الله بصدق وعليه الناس والدين اللي يقوله هاي فعلي قضاؤه قضيه سباز يا إسارم بولي
ومن ترك الروح كتك مالها انت كتك فلورثتي فهو لورثتي ورسيس بأسكال وقادم. وانا حديث أصل في الميراث وحي انت اين ورصده ليلة أصالة حق حق إلهي حكمين اياه. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه غالي بين الصومر وحن الصومر مرجومك. طيب وحن الصومر النبي وهميه انك هاي وصيادة خلطان ايه خطا لي ميدة قفك النبي يقولوا دون سادس كتك هنا انك نفتي سدلي ومسألة اجتهادية خلاف صائغة كجرة مسألة ده. خلاف كده خلاف مقطوع محسومة معه مركة انت خلاف كده علا والله بحين هدير لكن وحو يا شيء محرم قطعا الله بحين ما يعركها سودم هي سيدة الراجحة يا ثلث وحي كبدا وباطل روحي هادو أصوى مرض الموت مخوف كجيرا سيد روحة كنسر كأدلوء كليلي لأسبوع أكو ودي من لبا أسبوع بالبان نولان نوع عاس وحو دردار مو وحي ثلث كبدا وباطل ما زاد على الثلث لا يجوز ما نفل فلن لا يجوز لكن وحي الثلث حق بوليها أما مرض مخوف هادو أما مرض عادة هنغضو هنتدي سصدح ملود ميل والله فصيحي وحي كبدا ولبرن هيا بارك الله فيك. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه. أخبرنا إسحام منصور الكوزج بن بهرام قال أخبرنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو خيثمة زيد بن عوية الجعفي قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقصة أن رجلا با قتل دلي نفسه نفت سيبو دلي بمشاقصة بكدل عارض أمام أي الليب أفكي بمشاقص هو جمع مشقص مشقص هنا هو عرض الضوبا اللي بكي يسيفها يمضح يوحب أفك الضوبا بالي هذا نصل السهم بينهم وذا دو مكي كوفة مالك هو أفك هوري أيو اسكو قو يميل حيدها البولا وقعانتا أيو اسكو قو اسكو قليي مالك داوع بانا دبي مالك نين مالك النفط أي قبطي بواح وضجر الدنيا ونعاي حونك وكوات كالي سدلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا أنو أما أنا أنو فلا أصلي عليه كتك مهي أنا كنت كان معي عد مرك كنت كان أوفى صحن تيوي لأن أنا جاي يدي بعد ركز كريبي يدون كوافى صحن تين مرك أي مذا يقضاد يوجهاد يعيانها مسلمين تأينا يدك النوع عاس أهل الفسق سادوا دكتة جيران تعزيرا وعقوبة وتنفيرا عن فسقهم ومثل أفعالهم إن يبنان تيو أصل تيو أدرى شعور المض باب عفوا أخبرنا محمد عبد العال صنعاني قال أحدنا خالد بن حارث الهجيمي قال أحدنا شعب الحجاج عن سليمان بن مهران سليمان الأعمش سمعت ذكوان أبو صالح السمان ذكوان أن يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حوري من تردى بحكاء ترصد اسكسوا الطوروي من جبل قو اسكسوا الطورة فقتل نفسه محبان كتب أصبح ما فهمه أن ترصد وأفكر أكون فريد أنه ما نقانه شلو ذو حوي وروح كدع كدع عوي شلو سو وين أوفك تخطأ عن هنا تردد لك وين أتكسر كتورته فرق بعود حي هي الوش شلو ذو وف لقطة أب حلو مال بكرد عوي قصدي ما أحمد سوى خطأ وحقد عليه وما هستي مدا أيضا وحلاقه لوانين كسر كتور أصور ماشة أن كدع عن فقتل نفسه نفس يد لفه وفي نار جهنم جهنم النار تدو يتردد كسر ولن دولا أما كسر فكن دونا أما كأن ترسم دونه يعني حال كوني خالدا وكوارها مخلدا لوارمها فيها في جهنم أبدا ولقيبا. حديث كان قيبته رمرك مشكل على أصول أهل السنة والجماعة أصول أهل السنة والجماعة وحي قبان إن روح مسلم موحد مهما بلغ فجره وفسقه هدوسن قال لما كرد عين وصل نار كوارين. طيب وما المعترك الأقدام سلفيون تأيوه هالكاسي مرها يا وحيليهن وحان نقطع وحان جزمنين أو قوان أكتايدة بعض عصاة المؤمنين نارقلها يا وهذا هو براءة من الإرجاء. طيب بعض عصاة المؤمنين إني نارقلي ومقطوع أكتاندة بعض عصاة المؤمنين إن شفاعوا يا إلهي تفضل كيزا أي كبت بادي أو جنقين أكتاندة ومقطوع أيوه نار أنا لمرنين. طيب ننكي لكن نارقلها
من عصات المؤمنين إنه سنكوارين أكتر نوع مقطع صدق هذا أصل نجاق رصدي الدهر صدق هذا أصل بمركة وعيدي أورنة إياه وعدي ومرجاء أنت كمر معايا ونما مرجاء وحيق بان لا يدخل أحد من المسلمين النار أحد مسلمين تكمد النار قلي ماي طابا ميسو وإن منكم إلا واردها مؤيين مركة وغلات المرجاء كو أسكت قال لي جهنميين تي أحد الشفاع معكوز ما ينسان طيب مركة وركض الجوج وعدنا وحيدة النار بكوارها يعني النار قال وما هم بخارجين منها وإنك كالغصب بحماء مركة أيوه هالك أسنك أفافين حديث كان مركة وحو تاغيرها يا وعيدي المعتزلة والخوارج بو تاغير يا ظاهرة سلفيون تو دور قابي وقد جوابه نمين حديث كان ويرره وإلى ما بصق النبع طيب وخبر أحد مخالف للقواطع فهو مردود أصل كامركة متكلمين تأصوليين تأهل سنة تاغيرسان بأسكالي اللي باب كان أشعر وين لصعودا باب كان أشاعري ما تردي وين وصعودا وحن كود الدولينا كلية خوارج ما كود دولينا معتزلة ما كود دولينا لما هو حيدا سيدا ما حدوك واسوغاني هاي خلود كاللغاها الله بحيرا خلود مؤقتة خلود مطلقة خلود كوا اللبث الطويل والمكث الطويل وي مركة وحلغاها الله إنبضان بكجري وي لكن كواري ما هاي أبدا وأبد مؤقتة نسبي ويما عيدا محصاوية جان تأويل كان قنام عوراد حمرتين وحنو قص بينا قواطع ويبنى أنت مركة إن لقد شبار النسكة إذا خالفت قواطع بيليه وركان وور رأيك صدحات وحيليه وحديثك على ظاهر الله وحنو حنبارين على المستحيل لذلك ننك مستحيل كان وكافر ننك كسس كغطور إن يبنى أنت أعرك وكافر هذا الله نحبنا إذا شيء حرام adu tawilka dambe waa roon yah tawilka damba urroon oo badankood ku ay ku fasiraan ay ku fasiraan niman waxay dhan waa dad khaas oo nabigu ogaa dad khaas ah weeyo muayyaniina oo shaaruc isu goona oo waramay nabigu baad ku sharxaa sawna ay hawlaha xabtu waa kana fadhu bariga markuu adimaray xadiiq ila muslim bukhari ku jiraay wama asal kisu waman tahassa ruuhi kabada summan sum kabada حسوا وانا وحك كبط مشاردي وحبها كل سيد الله في قصمة قادة فقتل نفسه نفسه كدلا فصم وصمتس في يدي قعنس اليالوغ الآخر اللوغل يتحساه أصوك كبانها يصنك في نار جهنم خالدا مخالدا فيها فصمه في يدي يتحساه وككبانوي يتجرعه وي. طيب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا نفس القضية وي تولاك أن صم الربع كجراء فرطعام صدح لها ومن قتل نفسه بحديدا ننك بر اسكد له يعني تهرئي بالله يورن اسكو وريمه ثم انقطع علي شيء خالد يقول خالد يقول يعني انت انضم ب ثم انقطع وحاق اي علي دشيدا شيء باق اي خالد برني خالد حارت الهجوم وحوليه شعومك عدك ايت بين هي اريد قاركود بان سيف عن ام قل خالد يقول خالد باله لفظ قال ثم انقطع علي ما له محمد عبد العلى سنعاني نسائنا مالها محمد علي رسعاني مالها شيخ الشيخ بحولية هاي شعبه مركا وحكورن هاي وحبا مركا زحمة جرته حرطوا ويبضانتاي مكرفون مجره شيخ هذا كزمر بضان مقلين واذكو قصبانتاي انا شيخ هذا كل عشته اما حرطي اتكفى ايدي سته ثم انقطع وحقه اي وي علي حق اي دو شيء ده شيء من لفظ الشيخ من لفظ الشيخ خالد يقول ذلك حديث كمسيوة ده مركا ومن قتل نفسه بحديدة كانت حديدته برتيس وحين قنيسا في يده قعنسا لوغلين يجاو أصوه كواريما هيا بها حديدتي في بطنه بيركيسي بقيسا في نار جهنم جهنم نار تدقوديه هيدا خالدا مخلدا فيها أبدا مركب حباريقا قديد أدوها الله مجالك صدحات الله مراجعي دب مالها لما بقول لحنا نيسديد مجالك صدحات لما بقول لحنا نيسديد ففاهم ديرادة يوحي لغيدي دي حديثك يتويلاتك أفرطا قيبك من إنو ضعيفي قيبنا ويوارون طاي معنا يقولون هذا كجرة وحا كجرة قيمة بضان جواز العلماء قبطة القاتل يقتل ما قتل به بعد كدليش هذا القاتل يقتل ما قتل به لأن الجزاء من جنس العمل إنك مسلم كإسكد لي إنه قو إسكتور وإسكهل ويا إنك صنت إسكد لي إنك برت إسكد لي كل وحال لي لوحا إسكد لي بآخر لو عذابي مرك الجزاء من جنس العمل وحين نقول أصل أصول وخلاف بدن كتاجيز دبلا لجليو جواز الاستدلال بأفعاله في الأحكام الشرعية من كقبائل دريشني جواز الاستدلال
بأفعال الله في الأحكام الشرعية مبنانتا مسمية ابن تيمية جماعة من الأسنين وحليه ويبنانتا ابن دقيل عيد جماعانا ويكن نقاش مبنانا لي هذا ذات رضو حديث وفيه دليل على محوة هاي أن القاتل يقتل ما قتل به آترادو حقيت كدلي شتي وجل استلاك وحوي إله الضون كان فاسقة يسدى السوق قالي باوحكو عذابا يا آخرو وحكو دلي وحد كده ليش تمر كان من باب الاستلاء بأفعال الله وعقوباته في الأحكام الشرعية الدنيوية. القصة كده ليش؟ مركم التيمية جامع الأسلوبين بقى قبائنا يبنان طاي. أدي على اللي فهمي كرو. من دغل عندنا صلوا كان نقاش وادي ده. باب الصلاة على المنافقين هذا بالله توفيق.